ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم اكبر مكان في درب سعاده. بجد المكان ده حلو قوي، اسمه مول الاشراف، وقدامه هنا سنتر عبيد الرحمن. المكان ده متكامل من كل حاجه، كل الديكورات اللي انتوا بتحبوها، التركي، الكوسترات، الازايز التركي والمنظمات وحاجات التلاجة ورفايع المطبخ وكل الديكورات اللي انتوا بتحبوها وكل البلاستيكات والمنظمات. بجد الحاجات هنا في المكان ده حلوه قوي، وهيديكوا باسعار حلوه جدا. بس قال اللي يجي يقول لي احنا تبع القناه، احنا بنعمل عروض حلوه. ما تنسوش بقى تمرحنا باللايك والاشتراك، ومستنيه رايكم. ايه هنبتدي بقى الحاجات التركي الحلوه دي. بصوا كل الحاجات الحلوه اهي. عامله كام بقى الازازه السمراء الطويله دي؟ بتاعت الزيت والخل عامله 30. في منها الاقوى، الاقوى برضو نفس السعر. لا لا دي 30 برضو. اي واحده من دول 30. في الابيض، الاقوى، الاسمر في رصاصي، واسمر في ذهبي، شكلها حلو قوي. وفي كمان الدرق ده عامل كام؟ الدرق ده عامل 35 جنيه. الدرق ده 35. الحاجات دي كلها حبايبي تركي. هنا برضو الازايز الزيت والخل اهي. دي الكبيره دي ب 35 ودول ب 30 جنيه. السمرة؟ السمرة دي ب 35. السمرة ب 35 اهي، اوريها لكم كبيره شويه. ودي بقى شكل اللي هو البومبيه، غير الشكل ده، في ده وفي ده. دي عامله 30 واللي قبلها ب 35. وازازه اللبن، ازازه اللبن، انا ازازه اللبن دي ب 30. دي ب 30. وهنا برضو ازاز الزيت والخل الصغيرين عاملين كام؟ دول عاملين برضو 30 برضو لوحدها. دول عاملين 30 الصغيرين اهي، يعني من 30 ل 35 معاك. حاجات حلوه قوي. ده بقى طقم اكليرك توابل دهبي، ده بيعمل 310. طب ورونا كده. بصوا عندهم هنا برضو برطمانات كتير، هوريها لكم. ده كام قطعه بقى؟ ده بيبقى 12 قطعه. 12 قطعه اهو يا حبايبي، 310 اكليريك. الاسعار دي لو اي حد عايز يجي هتديله بيها. تعالوا يا حبايبي قولوا احنا تبع تمر حنا، لازم تاكدوا عليهم. زي ما قلت لكم درب سعاده بيبيعوا للعرايس، فايه لازم تقولوا لهم ان انتوا جايين من تبع القناه. والبرطمانات دي التركي عامله كام؟ ده دورق؟ دي عصير البرتقال. دي عصير البرتقال، حلوه قوي. بصوا شكلها تحفه. عامله كام بقى الواحده؟ دي عامله 30 جنيه. دي عامله 30 جنيه، دي تركي برضو بس حلوه قوي. في كمان اشكال ازايز اهي ب 30 جنيه. والبرطمانات بقى عامله كام؟ البرطمانات دي كلها في حاجه زي كده بتعمل 35، في حاجه بتعمل كده 35، في حاجه زي كده بتعمل 40. الدورق ده ب 35. ده ب 35 وده ب 35 وده ب 40. كل ده تركي. وفي ازايز ميه حلوه اهي، اول مره اشوفها في مكان. بصوا شكلها شيك قوي. عامله كام بقى؟ دي الكبيره دي عامله 40، واللي جنبها عامله 45. دي ازاز ميه ودي ازاز زيت وخل. دي ازاز زيت وخل 40 ولا 45؟ لا لا دي 40، واللي جنبها 45. 40 و45 شكلهم حلو قوي. الازاز دي ب 30 والازاز دي ب 30 اللي جوه. الازاز دي ب 30. كل الحاجات دي يا حبايبي في جرانيت. وفي ايه؟ مشبح، او اللي هو مشبح اللي هو ابيض في اسود، اللي هو الابيض في اسود. كل الحاجات دي كده منتجات تركي حبايبي، حاجات حلوه قوي. هنا برضو عندك ازاز المايه دي عامله كام؟ دي عامله 10 جنيه. دي عامله 10 جنيه اهي، شكلها حلو قوي. والدرق ده ب 35 تركي. وفي الكبير ده بيعمل 55 بتاعه. وفي الكبير اهو ب 55 جنيه. واللي جنبه ده بيعمل 75، ده اكبر شويه. والاكبر ب 75. حاجات حلوه قوي ما شاء الله. السوق قسم كبير جدا للحاجات التركي. هنا برضو عنده المجات عامله كام بقى اسعار المجات؟ المجات دي عامله 30 جنيه، ده من جلاديش على طول. وفي اللي هو من جلاديش؟ وفي الستاربكس المجات بيشرموه، ده بيعمل 20 وده بيعمل 30 جنيه. يعني هنا ده ب 20 وده عامل 30، واللي فوق البورسلين ده بورسلين كله ده 30. ده بورسلين كله مستورد ب 30 ما عدا ده بيعمل 35 جنيه معاك الكبير. يعني من اول 20 لغايه 35 اعلى مج. حاجات مستورده اهي، التشكيله بقى كبيره جدا زي ما انتم شايفين. بصوا شكلها حلو قوي. في برضه هنا عنده اكبر تشكيله من الرفايع، عنده كل حاجه. عنده كمان فرش الحمام اهي. عامله كام بقى التركي الفرشه؟ عامله 30، دي عامله 35. وفي السيليكون دي عامله 30 جنيه، دي لسه طالعه جديده برضه. دي سيليكون عامله 30 جنيه، حلو قوي. والجاروف بالمقشه ده ب 15 جنيه. ده ب 15 تركي برضه؟ ده تركي ب 15 جنيه بالمقشه بتاعته. والكوبايات الحلوه دي عامله كام؟ انا هقول لك دي عامله 35 جنيه. 35. بصوا في منها الشكل ده حلو قوي وحجمها كبير على فكره. بصوا برطمانات شلومو. برطمانات شلومو، حلو قوي. عندك برضه هنا مجموعه كبيره من البكوليات دي عامله كام؟ ده عامل 15 جنيه. وفي الازهر منه عامل ده عامل 15 وده عامل 10 جنيه. الحاجات دي للبكوليات. والطويل ده؟ الطويل ده عامل 20 جنيه. وده عامل 20 جنيه. في هنا برضو ورينا المنظم ده عامل كام؟ ده عامل 10. بصوا عنده هنا برضو علب منظمات للتلاجة اهي، ده عامل 10. ده برضو عامل 10. في منه كل الالوان اهي موجودة، البنك والابيض، كل الالوان موجودة.
والمصافي دي عامله كام بقى بتاعت الفاكهه؟ عامله 30 جنيه بتلات على بعضيهم، تلات صفايات ب 30 جنيه مع بعض. وده منظم ايه؟ ده بتاع غطيان. ده ترستي فيه الغطيان حلل اي حاجه. حلو قوي. ده تركي مش كده؟ عامل كام؟ 35. والميني بانيو ده؟ ده ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه الوطنيه. تمام. وورينا بتاع المكسرات ده كده. بص بتاع المكسرات ده كده حلو قوي اهو، 6 قطع بالقعده، عامل كام بقى؟ 35 جنيه. 35 شركه ماكس، حلوه قوي. عندك هنا برضو العلب دي اسعارها ايه؟ ده بيعمل 45 جنيه. ده كم قطعه بقى؟ ده 3 قطع. 3 قطع ب 45 جنيه. خامتها حلوه قوي. دي نوعها ايه؟ دي تبع ماكس برضو. تبع ماكس. الكبيره دي؟ دي بيعمل 75. ده 75 3 كبار. ودي ب 45. شكلها حلو قوي وخامتها حلوه. في برضو كل الالوان التركي موجوده. في المصفى بالطبق دي؟ ده طبق مصفى بقطاعه بيعمل 35 جنيه. 35 جنيه مصفى وطبق بقطاعه. في برضو كل الثلاجه هنا برضو كده. في برضو عندهم حاجات حلوه اهي، تعالوا نشوفها. كل حاجه موجوده عندهم، كل حاجه للمطبخ هتلاقيها موجوده هنا. طبق ثلاجه زي كده، ده بيخش الميكرويف وكده، وغساله الاطباق ده بيعمل 150 جنيه. 150 جنيه بيخش غساله الاطباق والميكرويف. وفي حاجه زي كده، ده الصغير بتاعه، ده بيعمل 140 جنيه. اربع قطع؟ اربع قطع، وده خمس قطع. ده تركي الحاجات دي؟ دي تركي. كل الحاجات دي تركي. وفي حاجه زي كده، ده برضو اعلى، ده تركي، ده بيعمل معاكي اللهم صل على النبي، بيعمل 145 جنيه. ده ب 145 تركي، بيخش الميكروويف وغساله الاطباق. وفي حاجه زي كده. بص عندهم هناك هنا كمان كوسترات حلوه قوي للحاجات السخنه. بكام بقى الكوسترات دي؟ انهي واحد؟ ده ب 20. ده تركي مش كده؟ ده تركي حلو قوي ب 20، خامته حلوه جدا. وهنا وده اللي جنبه ده بيعمل 30 جنيه. 30، ايه الفرق بقى بين ده وبين ده؟ ده شركه وده شركه، ده بس دول اتنين مع بعض يا حبايبي. بس ده شركه تركي حلو قوي، ده ب 20 وده ب 30. والبرتقانه؟ وده البرتقانه ده بيعمل 15 جنيه. 15 جنيه اتنين برده مع بعض، تشكيله كبيره عندهم ما شاء الله. دي برده حاجات للثلاجه، لعلب الثلاجه تركي دي. دي تركي، ده بيعمل 120 جنيه. قيمتها حلوه قوي. بصوا عامله زي الميلامين، جميله. في منها الوان، في منها 3. ب 100 وكم؟ ب 120. ب 120 جنيه. عنده برده هنا حاجات حلوه قوي اهي، من الرفايع واللي هي القطاعه دي عامله كام الخشب؟ القطاعه الخشب فين؟ اللي عليها فواكه دي. دي بتعمل 55. 55 حلوه قوي. والخشب بتاعها تخين، بصوا سمك الخشب حلو جدا. 55. والقطاعه دي عامله كام؟ دي عامله 85. دي تركي مش مصري اساسا. دي تركي ب 85 جنيه مستورده اهي، مش مصري. شكلها حلو قوي، بصوا شكلها باين عليها يعني. ورينا اشكالها كده. اشكالها هي ثلاث اشكال. جميلة حلوة قوي. دي ب 85. عنده برضو هنا الكوسترات الخشب دي، حجم كبير، 6 قطع بالقعدة بتاعتهم، عاملة كام؟ دي 195. دول عاملين كام؟ دول 40. دول 6 قطع بالقعدة ب 40 جنيه يا حبايبي اهو، حلوين قوي، سعرهم حلو. والطفاية دي عاملة كام بقى؟ الطفاية دي عاملة كام؟ أنا واحدة دي عاملة 30، دي كريستال. دي كريستال عاملة 30 جنيه بس، حلوة قوي. وهنا الطفاية 15. 15 جميلة جدا، شكلها حلو. والمطحنة بقى اللي هي بتاعت الفلفل، مطحنة الفلفل عاملة كام؟ أنا واحدة فيهم دي مستوردة، دي بتعمل معاك 75، دي بتعمل معاك 85. دي مستوردة مش خشب، دي من تحت استلس مش بلاستيك. دي 75، دي 85، من تحت استلس مش بلاستيك. واللي هي دي وريها لنا كده، اللي هي البامبا، حلوة قوي. بصوا دي حاجة نظيفة اهي، تركي تركي دي مش كده؟ دي عاملة كام بقى؟ دي عاملة 85، دي عاملة 95، دي الكبيرة. دي 85 والكبيرة ب 95. حلوة قوي. والخضرة الصغيرة دي؟ دي عاملة 65. 65. والديكورات دي بقى عاملة كام؟ الديكورات دي عاملة 75. دي ديكور عاملة 75، أي واحدة؟ لا في الكبيرة بتبقى اختلف، الكبيرة تبقى عاملة 85. كبيرة ب 85 و 75. وفي أسعار إيه تاني؟ الأسعار كلها، واللي جنبها دي بتعمل 75 برضو، نفس 75. دي بقى بتتحط ديكور كده في المطبخ. وعنده هنا برضو الدرق ده شكله مختلف، ده تركي؟ ده تركي مستورد. جميل قوي، شكله حلو، عامل كام؟ ده بيعمل 45 جنيه. 45 جنيه، شكله حلو قوي. وهنا المنشفه دي حلوه جدا، شكلها جديد ومختلف، عامله كام بقى دي؟ دي بتعمل ايه معاك؟ 15 جنيه. 15 جنيه؟ دي الكبيرة صح؟ دي الحجم الكبير عامله 15 جنيه.
هنا برضو عنده اشكال الدرة التركي اهي، واشكال الازاز دي عامله كام بقى الزيتي؟ دي عامله 40 ودي عامله 45. الصغيره 40 واللي وراها 45. والكاندي جار ايه؟ كاندي جار عامل كام؟ انا واحد ده؟ لا الكاندي جار الثلاثة دول. دول؟ اه. ده عامله 50، ده عامله 55، ده عامله 65. خمسين 50 65 كام؟ 75. والبرطمان الكبير ده؟ ده بيعمل 75 جنيه. ده بيعمل 75 جنيه. في برضه هنا حاجات تركي حلوه قوي. دي ايه؟ دي ايه بقى؟ المعالق؟ اه معالق. ده معدن. ده بيعمل 95 جنيه. ده معدن 95 جنيه معدن. ودي بتاعت الحمام تركي عامله كام؟ دي بتبقى 35 جنيه. 35 جنيه تركي. شكلها حلو قوي. الاكريليك دي؟ دي عامله 35 برضه. عامله 35 جنيه. ودي طبق فتحي كده. وده ايه بقى؟ دي علبه ايه؟ بتاع رمان. دي بتصفي بتقشر الرمان؟ بتقشر الرمان تفرمهم من بعض. بكام بقى؟ دي 45. دي تركي. دي تركي بتقشر لك الرمان من بعضه ب 45. وده عامل كام؟ ايوه ده بيعمل معاك 10 واللي تحت الكبير ب 15. ده 10 والكبير 15. وهنا دي العجله دي بتعمل 35 ودي بتعمل 20 جنيه. 35 ودي 20 جنيه. وده ده بيعمل 35. ده السبب ده بيعمل 35 جنيه. عنده حاجات حلوه قوي ان شاء الله. طبق زي كده للفاكهه. ده للفاكهه برده معدن. اه حلو قوي. 75. ده 75. والمشفت الخضار ب 95 جنيه. 95 ب 95 جنيه تركي اهي. في منها برده الوان كتير. الوان كتير. تعال نشوف الحاجات اللي بره كده. هو قال لي لسه ما خلصتش. هنا التربو ده عامل كام؟ ده 750. 750. هي دي صينيه ولا قطاعه؟ دي قطاعه. وريها لي كده. بصوا القطاعه دي كبيره، انا اول مره اشوفها. بصوا القطعه دي حلوه قوي. عامله كام دي؟ دي عامله 330. 330. ده عامل 75. ده 75. حلوه قوي. الباسكت ده للغسيل وكبير وحجمه كبير. انت قلت لي ده عامل كام؟ ده 750. 750. ده تركي؟ اه. ده تربو تركي معدن. اه في كله معدن مش بلاستيك. ده على فكره ده كله معدن اهو. 750 جنيه. يعني ده يا حبايبي مش بلاستيك. بصوا ده معدن. وده عامل كام؟ ده عامل 25. ده عامل 25. وهنا البساقط دي بقى عامله كام؟ ده بيعمل 25. ده منظم للبقوليات ب 5. ده بتاع عيش والكلام ده. عياشه يعني ب 45. وده عامل كام؟ ده بيعمل 85 جنيه. ده باسكت معدن 85. والطبق ده نوعه ايه؟ ده الوطنيه. ده بيعمل 55 جنيه. 55. والمدور؟ المدور نفس السعر بتاعه 55. تعالوا برضه نشوف حاجات هنا. بصوا حبايبي دي شكلها حلو قوي. الخوص دي ده سيليكون مش كده؟ سيليكون بيتني وما بيجرالوش اي حاجه. عامل كام ده بقى؟ عامل 35. 35. حلو قوي. وبالنعمه اسد بقى. دي من نعمه اسد. والاكبر شويه؟ الاكبر شويه عامله 55 جنيه. الاكبر عامله 55 جنيه. شكلها حلو. اللي هي المقاس ده ب 55 او لا؟ المقاس ده ب 45. مقاس ده ب 45. اه مقاس ده ب 45. ودي ب 35. 35. في سعر اقل؟ لا مفيش منها. دي سعر دي بكام؟ 35. دي 35 برضه. دي برضو يعني اقل حاجه فيها 35. اه بس عايشه السيليكون لسه طالعه جديده. لسه طالعه جديده والسيليكون حلو قوي. دي عامله 50 جنيه حبايبي. المبشره اهي. دي نوعها ايه بقى؟ شكلها نوعها حلو. دي صيني. صيني؟ حلو قوي. والمطبقيه المعدن دي؟ بصوا حبايبي في ب 45 وفي ب 50. كبيره هي ب 50. دي حلوه قوي. بصوا حبايبي معانا طبق التسالي ده حلو قوي. شكله مختلف كده وجديد اهو. عامل 30 جنيه. شكله حلو قوي. في برده معانا الست شماعات دول للاطفال. شكلهم حلو قوي. شكل الفراشه وفي شكل الفيونكه منهم. والالوان كلها التركي عاملين 15 جنيه. كل الوانها ايه؟ اوريك الشكل التاني ده منها. بصوا في الاشكال دي اهي. في شكل نجمه وفي شكل فيونكه وفي شكل فراشه. يعني في منها ست اشكال. السته مع بعض عاملين 15 جنيه. سعرهم حلو قوي. طب ودي عامله كام اللي هو اللي بتاع الطعام ده؟ 35. ده تركي؟ اه. ده يعني حافظ للحراره؟ ده حلو قوي وصغير ما ياخدش معاكي مكان لو مسافره عايزه تحطي اكل بسيط كده لاولادك. بجد حلو قوي. عامل كام؟ 100 كام؟ 135 جنيه. سعره حلو قوي وشكله حلو. ده تركي؟ ده تركي. ده تركي يا حبايبي جميل جدا.
كده انا وريت لكم كل حاجه موجوده. هم هنا يا حبايبي قدام سنتر عباد الرحمن اهو، والمكان اهو جميل جدا، في حاجات تحفه قوي، بس المكان زحمه. ان شاء الله هبقي اصور لكم حاجات تانية عندهم، بجد المكان حلو. هسيب لكم العنوان بالتفصيل ورقم للتواصل لو عايزه تتواصلي معاهم واتس، هسيب لك رقم التليفون في اول تعليق مثبت. زي ما انتم شايفين كده المكان متكامل من كل حاجه، في حاجات كتيره جدا موجوده، وكل الحاجات دي برضو انا صورتها لكم اهي. ان شاء الله لو عجبكم المكان وعرفوني اجي اصور لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده المكان حلو قوي. احنا هنا في درب سعاده يا حبايبي زي ما قلت لكم قدام سنتر عباد الرحمن. مستنيه بقى رايكم في التعليقات، ما تنسوش بقى تمرحنا باللايك والاشتراك، وتقولوا لي رايكم ايه كده في الحاجات الحلوه دي. باي باي، مع السلامه.